هذه التجمعات لها مخرجات كثيرة، ولكنه من أهم مخرجات هذه التجمعات اللي ممكن أنه أيضا مخرجاتها أنه تبادل الخبرات، اللقاء بين الأخوة المدربين المنتجين وتبادل الخبرات بيناتهم. حقيقة هناك مخرجة مهمة واللي شخصيا أعتبرها مخرجة سامية، وهي لقاء الأخوة. لقاء الأخوة هذا عندما يلتقون هذه الأخوة بروح أخوية وبروح المحبة وروح الطيبة، هذا هو حقيقة عامل مهم ومخرج مهم من مخرجات هذه التجمعات. اليوم بالتجمع حبينا أنه نوجه المربين إلى أهمية اللقاحات للإجراء، خاصة بالفترة المبكرة من العمر. عندنا لقاحات الأمراض الفيروسية والبكتيرية نبدي وياها للإجراء بعمر 42 يوم، بعدها من 21 إلى 28 يوم إعطاء الجرعة الثانية مع إعطاء لقاح ضد مرض داء الكلب الريبيز اللي هو جدا مهم. وايضا تطرقنا بهذا التجمع الى فقره مهمه الا وهي انه موضوع التزاوج بالنسبه بالكلاب واهميته والتكاثر، وباعتبار انه دوره الشبق بالكلاب انه دوره معقده بها بعض التعقيدات، يجب على المربين الالتزام بها وتحديد استشاره الطبيب البيطري موعد التزاوج المناسب. وايضا اكثر المشاكل اللي تواجه الكلاب هي اثناء عمليه الولاده وحدوث عسر الولاده، ويتطلب انه التدخل الطبيب البيطري سواء باعطاء الهرمونات او باجراء العمليه القيصريه بعد فحص السونار وفحص صحه وسلامه الاجنه. هذا التجمع ونوفر للأخوة المربين والمنتجين أنه يكون داعم لهم من مسائل الطبية، الاحتياجات الطبية والمراعاة العناية بهن والتدريب، يعني بالإضافة للتدريب. ووصلت عندنا مراحل ما شاء الله بالعراق بالتدريب مستويات جدا عالية، يعني صار عندنا يعني مدربين يضاهون المدربين الأوروبيين، بس احنا يعني شلون تقول ماكو فرصه انه من قبل الدوله كدعم حتى لو معنوي. واليوم احنا نشكر قسم الكيناي مفرس الكاظميه على مشاركتهم ويانا حول الكشف على بعض الشغلات مثل المخدرات والمتفجرات. وبالنسبه للانتاج العراقي هسه صار يضاهي الاوروبي، يعني صار عندنا انتاج جدا قوي من خلال شنو هو التجمعات واللقاءات والتعارف. يعني ما نظل احنا بس على الفيسبوك ناس تعرف ناس، لا، قمنا نلتقي بعضنا ونتبادل الخبرات بياناتنا. الهدف من التجمعات المحافظات تعرف بين المربين، تبادل المعلومات، يعني تعليم المبتدئين على اصول تربيه الكلاب. دورنا هنا يعني المبتدئ نعلمه نرجع على الطريق الصحيح، تدرب كلب شلون تدرب كلب بصوره صحيحه، شلون يربي كلب بصوره صحيحه.